إذن مشاهدينا، هي عادة نقوم بها ولكن لا نعرف مدى خطورتها. طفلنا يستيقظ في الليل يبكي فنقدم له زجاجة الرضاع، يشربها ثم ينام هادئا. صحيح هو ينام هادئ، لكن خطرا كبيرا يهدد أسنانه. كيف؟ كل التفاصيل مع ضيفتنا الاختصاصية في طب أسنان الأطفال في مركز إليت الطبي، دكتور سوسن نصر الدين. صباح النور دكتور. صباح النور وأهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. عرفت اليوم إنه خطرة وابني كبر، بس ليه خطرة؟ يعني خبرينا شو المشكلة اللي ممكن يصير من وراءه؟ أول شيء بدي أكد إنه شرب الحليب هو كتير مهم للطفل. نحن بدنا نحكي عن مدار ومساوئ الحليب خلال إعطائه بالليل، خصوصا بعد عمر الست أشهر. ليه ست أشهر؟ من بعد ما يطلعوا الأسنان اللبنية، لأنه الحليب بيحتوي على مادة اللاكتوز. اللاكتوز هي مادة من السكريات بتتغذى عليها بكتيريا التسوس، وكمان بيحتوي على مادة الأسيد لاكتيك. الأسيد هو نوع من الأسيد. بالليل قد ما وقت يشرب بالليل الولد يفيق بالليل يرضع، إن كان رضاعة طبيعية أو بالأنينة، يعني عم نحكي عن الرضاعة الطبيعية وعن الأنينة. لما يقوم الولد يرضع وينام هو وعم بياخد الحليب، بيتراكم هذا الحليب بتمه. بالليل بيكون نسبة اللعاب كتير قليلة بعكس النهار. بالنهار الولد عم بيبكي، عم بيحكي، عم بيضحك، عم بياكل، في لعاب بيغسل التم. صح. بينما بالليل التم منشف، وهيدا الحليب اللي تراكم بالتم بيلزق على الاسنان وبياكلهم اكل. فكرمال هيك الرضاعة بالليل بعد الست اشهر لما يبلشوا يطلعوا الاسنان اللبنية كتير مضر للولد، وخصوصا الرضاعة الطبيعية. ما يقولوا انه بس قنينة الحليب، لانه الحليب الام مركز اكثر من حليب القنينة. طيب دكتور، هالحالة بتعمل بس مشكل انه التسوس او التآكل، ولا فيها تأثر على البنية الأساسية للأسنان كمان؟ لا، مش بس تسوس الأسنان، لأنه هي بتبلش بتسوس أسنان اللبنية. والأسنان اللبنية لما يتكاثر التسوس بتأثر على الأسنان، على صفة الأسنان وعلى الأسنان النهائية، على الأسنان الدائمة اللي بدها تطلع. ليه؟ لأنه أول شيء بلش تسوس عادي، بعدين بصير في عنا أوجاع، بصير في عنا بيوصل للعصب، بصير في عنا التهابات، تورم باللثة. بصير هالالتهاب هو اللي بينتقل للسنان الدايمة. فلما يطلع الالتهاب يوصل للسن الدايم، فكرمال هيك بصير عنا بنية السن الدائم بتصير ضعيفة، وبيتعرض أكثر للتسوس، بصير عرضة أسهل للتسوس. كرمال هيك الأهل بيقولوا لنا ما أنا عم تنظف أسنان أولادي لما يصير عمرهم 7 سنين وعم يطلعوا أسنانه، بس دغري عم بيسوسوا. ليه؟ لأنه بنيتهم ضعيفة، لأنه بسنان اللبنية كانوا ما حافظوا عليهم، فهالتسوس طلعوا أسنان الدايمة ضعيفة. طيب دكتور، الكبار بنعرف كيف بيعرفوا التسوس، أحيانا بنشاهد، أحيانا حتى الكبار ما بننتبه، ربما في المراجعات الدورية عند الطبيب. صح. بيكتشفها، أو إذا زاد التسوس ووصل على العصب ساعتها بيعمل ألم. في الأطفال شو هي العلامات اللي بنعرف من خلالها أنه الطفل مصاب بتسوس الأسنان؟ نحن كرمال هيك أول شيء من ننصح أنه تكون أول زيارة للطفل على عمر أول ما يطلع له أسنان اللبنية. ليه؟ ما حيكون في عنده تسوس، بس كرمال نعطي إرشادات للأهل كيف إذا كان بداية تسوس مرض الحليب ولا لا. أول بالبداية التسوس المرض الحليب هو بيجي أسنان بيصيروا أبيض كتير 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 شوكي، يعني مثل الطبشور. ليه؟ لأنه ببلشوا يضعفوا، بيصيروا كتير بيض، بعدين بيصير لونهم على بني، بعدين بيصير لونهم أسود، وبعدين بيصيروا يتفتفتوا. بيصير يقول لك أنا ابني عم بفرش أسنانه، كل يوم بفرشي له اسنانه لابني، بس عم بيتفتفتوا. بس ما انت مقابله عم تعطيه الحليب بالليل اللي هو فيه الاسيد، الاسيد مفعوله اكثر من الفلورايد اللي عم بتفرشي له الاسنان. فكرمال هيك التسوس بيصير سريع. التسوس الاسنان على الاسنان الاماميه بمرض الحليب بتلاقيه كثير سريع، يعني بلحظات، يعني بسنين بسيطه بصير بيتحول من تسوس من الابيض للاسود للي تكسر، بصير عندك اسنان الاولاد مكسره، ببطل في عندك لا كراون ولا تاج ولا اي شيء. كرمال هيك نحن بناكد انه تكون زياره طبيب الاسنان للطفل
على اول ما يطلع اسنان اللبنيه او على عامه الاول، مش كرمال نعالج له اسنانه، كرمال نعطي النصائح ونتدارك اي مشاكل اخرى. واعتقد موضوع الحليب في نص النوم لازم حل، لانه فعليا خطر هيدا جدا. اكثر يعني كثير هيدا المرض شائع وكثير عم نشوف منه، لانه الاهل انا لانه كل معك الاهل بيعملوا هذا التصرف. لانه الولد بيبكي، الولد مفكر الحليب اوكي بغذي وكثير منيح للصحه، بس عنده مساوئ كثير كمان. فالمفروض انه بعد الست اشهر يصير الولد ينام نومة عميقة بالليل، بتفيده أكثر وبتقويه أكثر وبتكبره أكثر، ما أنه كل شوي يفيق ياخذ حليب وينام، ياخذ حليب وينام. نحن ما عندنا مشكل قد ما أخذ حليب خلال النهار، خلال النهار يشرب قد ما بده، بس قبل ما ينام ياخذ الرضعة الكاملة، ياخذ أم ياكل شيء يشبعه للولد وينام. في حال نام بده يفيق بالليل، صحيح، في حال فاق مثلا يشرب مي، يشربوه مي، يعودوه على المي. ومثل ما قلت لك الرضاعه الطبيعيه أسوأ من رضاعه الحليب، لانه رضاعه الحليب فيك هلا بنحكي بعدين انه كيف فينا نتخطاها، بينما الرضاعه الطبيعيه ما فينا نعمل شيء. طيب خلينا نحكي عن العلاج. وحكينا على مراحل بيقطع فيها السن لا يكون وصل للتفتت الكامل، هل العلاج كمان بتغير حسب المرحلة اللي فيها الطفل؟ أكيد، كل ما يكون العلاج ببدايته مثل ما بيقولوا الوقاية خير من ألف علاج. صح. كل ما كان اكتشفنا المرض على بدايته بتكون العلاج سهل. يعني نحن لما يجي الولد ونلاقي أنه بلش عنده مرض الحليب، ننصح الأهل أنه يعطونا نعطيه الفليورايد، بنصير نعطيه كمية فلورايد. ليه؟ لنقوي له هالبنية السن. يعني بنرجع بنعطيها اللي هو قلت لك ببين لونه أبيض لأنه صار عرضة ليتفتت. فنحن وقت نعطي فلورايد بكمية عالية بنكون عم نحمي السن. إذا ما قدرنا نحمي السن وصار في عنا حفر وصار في عنا تسوس، بدنا نلجأ لعلاج إما بالحشوات التجميلية بالكومبوزيت، حشوات تجميلية، أو تلبيس بالأسنان اللبنية، بالأسنان اللبنية أو بالتلبيس الزيركونيوم، وبعدين علاج عصب. وبأسوأ الحالات بدنا نضطر لما يتفتفت السن ويصير في عنا التهابات وتورم باللثة، بدنا نضطر نخلع. هذه بأسوأ الحالات بدنا نضطر نخلع ونركب أسنان بديلة للطفل، لأنه ما فينا نترك الطفل بلا أسنان أمامية. ومثل ما قلت لك المرض الحليب اكثر شيء بيضرب الاسنان الاماميه العلويه. ليه؟ لانه لما بده يرضع او يشرب قنينه الحليب كل الحليب بفوتوا على الاسنان الفوق، بعدين بصير ينتشر شوي شوي على الدراس ليصير كل الدراس وكل الاسنان مسوسه. وعم نحكي طفل عمره 6 اشهر، يعني بعده عم بيتعلم وبيكتسب مهاره انه ياكل او يقدم او صح. طيب دكتور، عرفنا قد ايه مهم انه نحافظ على الاسنان اللبنيه، لا نحافظ على الاسنان الدايمه، ولكن شو هي افضل الطرق؟ افضل الطرق، بس ساره بس كنت بدي اقول لك شغله انه العلاج بخصوص العلاج ما كل هالعلاج مع الاسف بيتعالج بالعياده. هيدا من مخاطر المرض الحليب. ليه؟ لانه مرض الحليب مثل ما قلت لك بيصيب الولد من عمر الست اشهر الوطال. يعني الاهل لما بدهم يجيبوا الولد لعنا حيجيبوه عمره سنه ونص سنتين، حيقولوا لنا اسنان ابني متاكله، بس ولد عمره سنه ونص سنتين ولا ممكن يقعد يتعالج بالعياده ولا احنا بنقعد وقت يعني. فاكيد الطفل الصغير العمر اللي كثير صغير، طيب ساعتها مع الاسف بدنا نحوله للبنج العام. البنج العام منه خطر، البنج العام هو علاج، بس بدنا نضطر لانه ما بيتعالج، اجراء متقدم يعتبر. صح. يعني مش فهيدي من الاشياء. هلا كيف بدنا نحافظ على الاسنان؟ اكيد بدنا نفرش بتنظيف الاسنان الدوري اليومي مع معجون اسنان يحتوي على الفلورايد بعد عمر السنتين. اقل من سنتين اوكي ما بنوصف الفلورايد، بس
بعد العمر السنتين لازم الولد يفرش اسنانه بماده الفلورات. وكمان نحن بننصح الامات لما بدهم يرضعوا الولد او يعطوه قنينه الحليب من عمر الشهر ما يخلوا الولد ينام هو والحليب بتمه، ما يخلوه يتراكم الحليب، يعني بياخذوا شاشه مي، شاشه عليها شويه مي وينظفوا له اللثه لو بعد ما عنده اسنان، لانه نظافه اللثه هي من نظافه الاسنان. النيره يعني ممكن النيره اول صح تتنظف بشاشه مي او يشربوه مي من بعد الحليب، هذا بيساعد انه اللثه تكون تتكون بطريقه نظيفه وما يكون عندي ترسبات للمواد اللي بقلب الحليب. غير هيدي انه ما نعطي قنينة الحليب بالليل بعد عمر الست اشهر او الرضاعة بالليل بعد عمر الست اشهر. يعني بتخلي عيال انه كل الامات اللي بيحضرونا اليوم بخافوا منها، بتخيل انه اليوم ما يخافوا بس يعني صدقوني المرض هيدا كتير شائع وبنقدر نتجنبه بسهولة، يعني الولد مثل ما بتعوديه اذا عودتيه كل شوي يفيق بده. دكتور في بدي اسالك شيء، مثل الاصبع بيتركب صح. على الاصبع بيكون في مثل حبيبات السيليكون الصغيره بيتنظف فيها نيره الاطفال او سننهم، بتنصحي بهيدي الشيء وموجود بالصيدليات اكيد عامة؟ بنصح فيها وهي بتعمل مثل مساج لللسه، الولد لما يكون بده يبدل اسنانه بتبقى بتعمل له مساج وبتريحه وبنفس الوقت بتكون عم بتنظف له لسته من الحليب، بقايا الحليب. وعلى فكرة مش بس الحليب، أي سكريات أي عصائر فيها سكر، يعني نحن أوكي عم نقول مرض الحليب بس كمان إذا الأهل بيعطوا قنينة حليب قنينة عصير مثلا فيها سكر لينام كمان هيدا مفعولة وتأثيرها نفس مرض الحليب. يعني دكتور بتخيل إنه اليوم تعلمنا إنه المحافظة على الأسنان اللبنية هو المحافظة والاهتمام بالأسنان الدائمة، وأنه لا نحصل على أسنان ونعطي أطفالنا وأبنائنا أطفال أسنان تستمر معهم دائمة بطريقة منيحة، بدنا نحافظ لهم على أسنانهم اللبنية. بدي أتشكر حضورك، تفضلي. بس بدي أقول شغلة، بس بدي أطلب من الأهل هن يقدروا يساعدونا للولد ينفطم عن قنينة الحليب، لأنه بالصبر وبالتدريج. نحن مثلا اذا قلت لك هلا الامات يقولوا انه حنوقف قنينه الحليب يبطلوا يعطوا الولد قنينه الحليب بالليل، لا انا ما عم بقول هيك، لانه الولد حينفطم كل النهار عن الحليب. صح. بالتدريج يعني يحاولوا يخففوا الكميه البودره الحليب بالليل، يعطوه اكثر مي. بالمقابل يضل يعطوه الحليب اللي بحبه خلال النهار لما ينفطم الولد عن الحليب، وبدها صبر من الاهل. صحيح. لانه طولوا بالكم لو قعد يبكي قسوا قلبكم شوي، لانه بالنهايه لمصلحته الكبيره. مزبوط. شكرا جزيلا دكتوره الاختصاصيه في طب الاسنان، طب اسنان الاطفال في مركز إليت الطب، دكتور سوسن نصر الدين. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا نورتينا.